الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله وصحبه وعلى دباله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الا حلقة الا لكفال مية حتى مئة وسبعة وكل ايه. آه اولاده صلى الله عليه وسلم دي برد النبي صلى الله عليه وسلم من ومنتم وقفوتهم دي حلقة تبع أولاده صلى الله عليه وسلم تقدم أن جميع أولاده من خديجة إلا إبراهيم قبل شوية بينا دبا دبا بيتون ذكر لأنسن سن ذكر دبا الحلقة 171 أولاده كلهم من الزرية آه كلها من خديجة رضي الله عنها تا بلها بلاتي والد من والدة من أني لحكمة يعلمها الله اللي أور إبراهيم واللي أنه وشنة توفاه ومن ماريا لوالدة يوتو تقدم ان جميع اولاده من خديجه الا ابراهيم وهم <applause> القاسم وهو اكبر ولده وهو اكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه كان يكنى وعاش حتى مشى ثم توفي وهو نحو سنتين من اولاده أو اول تولدا القاسم تؤبكن يتب على ابو القاسم يتب على عمرك الاسنان توفاتو قال آه كالايد زينب وهي اكبر بناته صلى الله عليه وسلم اصيبت في الله فقال صلى الله عليه وسلم تلك افضل بناتي ولدت بعد القاسم وتزوجها ابو العاس بن الربيع وهو ابن خالتها هاله بنت خويلد وخالتها خديجه بنت خويلد ولدت زينب ابنا اسمه علي وبنتا اسمها امامه وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاه توفيت زينب في اوائل سنه ثمانيه بالمدينه المنوره لكاليت ولا تو زينب علات وزينب هي يعني دي بسلام بدوح الرئات آه و و سبدير كفا ما ما حتى دي بكوت طبطا حلقات الحلفات هاجينا ديبو لكن تو العازب بن الربيع لبولو وتو الحلتات وخالته يعني هاله بنت قيله البال علت وخليفه ام خديجه بنت خويلد ولا زينب ولد ولدت على السماعه ولد ولدت امامه ولا هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دي بصلات لا رفع على إلا دي أوائل سنة 8 هجرية سمان من هجرة نزل بالمدينة المنورة وفيت زينب رضي الله عنها سأل سيد من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم آه رقية رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له ابنا اسمه عبد الله وقد بلغ ست سنين ثم نقره ديك في عينه فمات ليني تعني ولدت عمر ست سنة دنتو ديك دي بعد الدابطي وبا وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر النبي صلى الله عليه وسلم دي معركة بدر دي بندنتو بدر الكبرى وجاء زيد بن حارثة بشيرا إلى المدينة فوجدهم قد سروا قد قد سووا قد التراب على قبرها زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم جيس بشير المدينة أسئلهم بليو من قدوة بدر عند انت أن عند فقره و لو كده ترى متعيا هني يعني منا قبر لنايا خلاص لك عبال ندرس هوا ندرس بقصنا رح دوتو رأسهم مطع إذا النبي صلى الله عليه وسلم دي بدر أنتو توفيت إلا و ورحت أنا آه والدت علت وتا اسمعنا بن عفان هادي على ولا والدكم سألهم وتاكم ما دقامنا رابع عيد من زريتنا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أم كلثوم تا وقال له يعني زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بعد وفاة رقية مباشرة مرجعه من بدر ولم تلد له شيئا توفيت في شعبان سنة تسعة هجرية ودفنت بالبقيع إلا أم كلثوم آه كمان من أوالد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عفان هدايا حقوا من بدر عبلا وحقوا حتى رقية وفيت وحتى يولدت أغلوني وسنة تسعة هجرية توفيت ودي بالبقيع دفنت معظم أصحاب رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين دي بالبقيع دفون عمتهم آه وحتى ولدت اقلوني وسنة شعبان دي دي والباقي دفنت بيننا الا ام او حام سيد من اولاده آه فاطمه على وهي اصغر بناته صلى الله عليه وسلم واحبهن اليه وهي سيده نساء اهل الجنه نساء آه وهي سيده نساء اهل الجنه تزوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد بدر فولدت له ابنين حسنا وحسينا وبنتين زينب وام كلثوم وام كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا ثم مات عنها فتزوجها عون ابن عمها جعفر وتوفي عن وتوفي عون فتزوجها أخوه محمد وتوفي محمد فتزوجها أخوه عبد الله ثم مات وهي عنده وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر آه. <applause> طيب فاطمة حام سيدة من حواته و رقم خمسه من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم من من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وهي اصغر بناته صلى الله عليه وسلم واحبهن اليه وهي سيدة نساء اهل الجنه تزوجها علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد بدر لما رجع من بدر تزوجها وام كلثوم برضه تزوجها عثمان بعد بدر فولدت له ابنين جابت اثنين حسن وحسين وبنتين زينب وام كلثوم وام كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا ثم مات عنها فتزوجها عون ابن عم آآ آآ ابن عمها جعفر وتوفي عون فتزوجها اخوه محمد وتوفي محمد فتزوجها اخوه عبد الله ثم مات وهي عنده وتوفيت فاطمه رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم سته اشهر. هؤلاء الخمسه المذكورين من اولاده صلى الله عليه وسلم ولدوا قبل ان يكرمه الله بالنبوه والرساله. الخمسه ديل ولدوا قبل م... لحام سيد ام كلثوم فاطمه ام المؤمنين فاطمه فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم اصغر ذرية تعلو علي بن ابي طالب هذه على اقوام من بدر اقبلوا والحسن والحسين والدة وزين وزينب وام كلثوم و النبي صلى الله عليه وسلم أبسس رحله توفيت خديجه فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يقال انه ولد في الاسلام ويقال بل قبل ذلك وتوفي وهو صغير وتوفي وهو صغير وكان اخر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه اخر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله عبد الله يقال انه ولد في الاسلام ويقال بل قبل ذلك وتوفي وهو صغير وكان اخر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه إبراهيم ولد إبراهيم بالمدينة المنورة من ساريته ماريا القبطية في جمادن الأولى أو جمادن الآخر سنة تسعة هجرية وتوفي سنة تسعة يوم تسعة شوال سنة عشرة هجرية يوم كسفت الشمس بالمدينة وهو رضيع ابن ستة أشهر أو ثمانية عشر شهراً ودفن بالبقيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا يتم رضاعه في الجنه ان شاء الله رضاعه في الجنه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله